صراحه المحافظات اليوم حتى يكون حواري شفاف والناس تستقبل من عندنا كمقدمي برامج، تستقبل عندنا الكلام اللي نقوله. وش وقت كان المواطن حاضر بالاتفاقات السياسيه مثلا، بتوزيع المناصب، باختيار المحافظين؟ انت بعينك شفت شنو صار بانتخابات مجالس المحافظات وعدم التجديد لسين وسين سين وصاد رغم هو جايبه على الاصوات. بس اكو مصالح حزبيه، وش اكو بها ذا حكينا؟ مصلحه حزبك، مصلحه حزبي، مصلحه حزب استاذ عدنان، مصلحه حزب دوله القانون استاذ محمد الشمري، هاي مصلحه حزبيه ترى بعدم ضروره اجراء الانتخابات المبكره. ليش نزج اسم المواطن بالنص استاذ رحيم؟ لا مو احنا مو نزج. شوف احنا اصلا نفكر ب يعني نكون قريبين دائما من تفكير الشارع، من المواطن شلون يفكر، وين يريدنا، وين يطمح احنا نكون كقوه سياسيه، وين نتفاعل وين نعمل. شوف هذه اذا ما تعمل بهالحيثيه هذه، اذا ما تعمل بهالفكره هذه، انت وين رايح؟ رايح الى انه دائما يعني تتلقى صدمات من المواطن، ينتقدك دائما، ما راح يشوفك انت تمثل رغبته ولا قريب من النفس اللي يريده، اللي هو مثلا هسه اليوم انت جنابك تقول تعرف المواطن هم ما حاضرين بالاتفاقات السياسيه. بس لا انا ما بدي يكون كلامي متحامل على جنابك، بس يعني هو خلينا نسميه جدل بين مقدم الجدل السياسي عادي، اهم شيء تكون لابس. بس تعرف شلون يشوف المواطن؟ يشوف السياسي، شوف تاه وتبريد، تاه مضلله بالضبط، وتفوت بالشارع تمشي بهذا المسؤول، هذا النائب. احترامي للجميع، كلكم على راسي وكلكم مقدمين، كلامك صائب، بس هاي وجهه نظر الشارع. زين هاي الفكره شلون تتغير؟ لما يشوف انه هذا ابو التاهو بدا ينزل من التاهو مالته ويروح للشيحه يشوفها وين، ويروح للكهرباء يشوفها وين، كل اشطافية ماكو ولا ومضى بيها. هذا هنا هو هذا العمل الواقعي، العمل الموقعي، العمل النزول من هذه العلياء، حتى الناس تحس تقول اي والله اكو ناس يمثلوننا حقيقيين، مثل الشيخ، مثل اخونا سالم محمد. هذا الفعل ما يجي من انه قاعد بالتاهو فاتح التبريد وهاي شو اسمه المواكب مالتهم اللي 50 سياره و40 سياره. المواطن راح يظل قافل على الفكرة ذاتها، وراح يقول هم بيناتهم يردوها مبكرة، يردوها بموعدها، وأنا شو اسمه لا بحرها ولا بيناتكم. لا خلي أقول لك، مو أنت هسه إذا تجيبنا لأنه ليش أكو قوة سياسية ونحن منها اعترضنا على هذه الفكرة، لأنه إحنا جاي نشوف المواطن يقول إيه بعد أكو أمل بهاي الحكومة أنه تكون مخرجاتها أكثر ويكون مشاريع